تلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. إثر ذلك تنقل السيد الفريق أول إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، حيث كان في استقباله اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، الذي قدم له عرضا شاملا حول حالة تقدم المشاريع التطويرية المبرمجة وكذا سير نشاطات التحضير القتالي للمستخدمين والوحدات لا سيما خلال الفترة الصيفية. بهذه المناسبة أعرب سيد الفريق أول عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل مستخدمي كافة وحدات الناحية العسكرية الثانية عموما ووحدات القوات البحرية على وجه الخصوص في مجال أداء المهام النبيلة الموكلة لهم، كما أشاد بمستوى الجاهزية العملياتية للأفراد وتحكمهم الجيد في التجهيزات والوسائل عالية التكنولوجيا الموضوعة في الخدمة، وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية المحققة، كما أسدى توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية خدمة للجيش الوطني الشعبي. في الأخير استعرض السيد والفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تشكيلا بحريا للوحدات العائمة التي أدت له التحية الشرفية.